أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات له أجرا كبيرا. وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار لتبتغوا فضلا من ربكم وتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. صدق الله.